فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان، إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو مبين وظاهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ العربي من الجزائر سأل سؤالين لم أستطع الجواب عليهما لضيق الوقت. في سؤاله الأول يسأل عن النخامة، يقول هل إذا بلعها الصائم تفطره أو تفطر أم لا؟ يا أخ العربي بارك الله فيك، بالنسبة للنخامة إذا نزلت من دون إرادة الإنسان وغلبته، بحيث أن النخامة نزلت إلى الجوف سواء من الصدر أو من الرأس، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا شيء عليه. أما إذا نزلت إلى فمه ثم بلعها هو، فطبعا هناك قولان لأهل العلم. قول يقول بأنها في أنها تبطل الصيام لأنها في حكم الأكل، وقول يقول بأنها لا تبطل الصوم. الذي أفتي به في هذا البرنامج أن بلع النخامة لا يفطر الصائم، لأنها ليست في معنى، ليست هي أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل ولا في معنى الشرب. لكن أنصح الإخوة الصائمين بأنهم يبتعدون عن بلع النخامة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يتعمد الإنسان أن يبتلعها، وذلك احتياطا لهذه العبادة العظيمة. أما هي فهي في حكم يعني الريق، وفي حكم اللعاب الذي يبلعه الصائم. العربي في سؤاله الثاني يقول إمام المسجد عندنا صلى المغرب، يقول وبعد السلام قال أنا صليت بكم غير متوضئ، وثم قال قدم شخص وقال أعد بهم الصلاة. يا أخي العربي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام قد أخطأ في طلبه من الجماعة أن يعيدوا الصلاة، قد أخطأ في ذلك، لأن الإمام إذا تذكر بعد السلام أنه على غير وضوء، فإن الذي يعيد هو فقط، صلاته باطلة، صلاته هو باطلة، فيعيد هو صلاة. أما جماعة المسجد فلا يعيدون، وذلك لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى بأصحابه الصبح، ثم بعد السلام تذكر بأنه جنب فقام فأعاد الصلاة هو، ولم يأمر المسلمين بأن يعيدوا الصلاة، لم يأمر بمن صلى وراءه بأن يعيد الصلاة. كان الواجب عليه فقط أن يعيد هو، أما أن يأمر الباقين فهذا طبعا هي صحيح مسألة خلافية، لكن هذا الراجح وهو الذي تدل عليه النصوص العامة والآثار الخاصة. نعم، فضل أخي رضا أمريكا. دكتور عزيز كل سنة وحضرتكم طيبين. أهلا وسهلا أخ رضا. أهلا، إن شاء الله كده تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. يا رب يا رب. قبل أن أوجه أسئلتي يا دكتور، أحب أوجه الشكر لإدارة قناة الشارقة بإطارة البرنامج. جزاك الله خير. تسألونا كل خير، وإن شاء الله كده على بينة إن شاء الله. يا رب، الله ينفع بالجميع يا رب. الله خليك. سؤال يا فضيلة الدكتور لو سمحت، حكم الشرع من صام ولم يصلي والعياذ بالله، فهل تقبل صيامه؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا فضيلة الدكتور، والله هنا عندنا في الولاية حصل فيه إشكالية، بمعنى إحنا صمنا يوم السبت. فجميع الدول العربية صاموا يوم الأحد، فطبعا إحنا ما عندناش أي مركز إسلامي، فبيتصلوا على أقرب مركز إسلامي فبيقولوا يعني رمضان نصوم، فالله أعلم إذا كان هذا المركز، أو طبعا ما بيتخذوش بالهلال أو الحسابات الفلكية، بيتخذوها الكالكليندر اللي هي النتيجة.
نعم. للأسف الشديد، فالله أعلم إذا كان هذا المركز شاف الهلال أو اتخذ الحسابات الفلكية. فسؤالك لا تفضل الدكتور، هل نصوم مع إحدى هذه المراكز مع هذه الأقوال، أم نصوم مع أقرب دولة عربية وهي المغرب بالنسبة لنا هنا فترة 5 ساعات؟ ما القول؟ ما عندكم مركز اسلامي يعني معتبر ولا في مفتي ولا امام مسجد؟ مركز اسلامي بس، مركز اسلامي بس ساعه بس. أيه. الله اعلم، الله اعلم اذا كان بيشوفوا. لان الغريب يا اخي رضا، اغلب الفلكيين في هذا العام يقولون الاحد، اغلب الفلكيين، فاتفقت الرؤيه الشرعيه ولله الحمد مع اقوال الفلكيين في الغالب طبعا، لان الفلكيين مختلفين، وهذا يدلنا على ان يعني حتى الفلكيين لا يمكن ابدا ان يكون يعني يكون للاسف. نعم. هم للاسف يا خديجه الدكتور، للاسف يا خديجه الدكتور، هنا مفيش حد يعني، مفيش حد بيشوف يعني. طيب ابشر ان شاء الله، انا بوضح لك ان شاء الله الجواب يا اخ رضا، وابشر بخير. اقرب 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 دوله لينا هنا المغرب 5 ساعات، فهل نفطر على هذه، على اقرب دوله طيب لينا؟ طيب نفطر على هذه المراكز؟ ابشر دكتور. ابشر اخي رضا، ابشر. نعم تفضل ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير. انت بخير، مرحبا اختي. شيخ لو سمحت، انا كان قبل رمضان كان جايالي الدوره 3 ايام تمت، وعشان ابغي اصوم رمضان رحت للدكتوره اخذت دواء تمنع الدوره. ايه. جي اول يوم رمضان في شيء بسيط يعني من الدوره، وعقب طهرت يعني منها على العصر كده. ومن من 5 ايام بصوم الحمد لله، ما في شيء يعني، نظيف الحمد لله. بس دلوقتي جيت في الليل بعد صلاه التراويح قام ينزل علي الدم، شو اسوي؟ البارحه نزل عليكي؟ هي بعد صلاه التراويح، وبعدين انا باخذ الدواء اللي هو منع الدوره. نفس لون الدم ها؟ هي بس باخذ الادويه، باخذ طيب. الادويه يعني. طيب يا ام محمد تسمعين الجواب ان شاء الله. لان انا ما صليت دلوقتي العصر. ابشر. ابغي وصايمه، انا عاوز اعرف يعني هل هو الدم وبعدين يا شيخ لحظه شوي، انا مركبه شريط. وانا يوم قلت للدكتوره اخاف تخرب علي يعني شهر رمضان، قالت لي لا خلاص عشان ما تخربش عليك شهر رمضان، عادتني هي كتبت لي الدواء. طيب. وجيت امبارح وزدت من الادويه، بس اشوفها بعد النهارده نازله، ما صليتش العصر. اختم محمد، ابدا واضح للسؤال، وتسمعين ان شاء الله الجواب بعد قليل. ابشر ان شاء الله. تفضلي يا رشيد. رشيد من المغرب. تفضل ابو سهيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستر مبارك، كل عام انتم بخير. انت بخير ابو سهيل. الله يعطيك العافيه ويجزاك الله الف خير. امين واياك. الله يسلمك. حلقت وطلع مني دم، هل الدم يفطر ام لا؟ الله يجزيك. ايش 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 عفوا؟ حلقت حلاقه. حلاقه اي. اي وطلع الدم. اي. ما ادري يفطر ولا ما يفطر، الله يطول لي عمرك. طيب يا ابو سهيل ابشر. يلا يلا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل يا هناء من العراق. الو. تفضل يا اختي. الو. الو. تفضل يا اختي، تفضل يا هناء، انت على الهواء. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ بلد احمد، عندي كم سؤال. تفضل. السؤال الاول بالنسبه للوضوء، الاستفتاح بس يعني نقول 3 مرات بسم الله، وغسل الاجزاء ايضا احنا نقول بسم الله عليها، لو نقش ما نقول يعني من اريد استنشق او اتمضمض. طيب يعني سؤال اخر. السؤال الثاني، نصاب الاموال يعني جديد يوصل مليون فما فوق ام يعني جديد المليون يعني ندفع الزكاه مالته؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، السؤال كانت ارجو التتبع وياي شويه شيخ، لان هذا شويه يعني قديم المال. تفضل. عندي انا كم ورقه تقريبا 14 او 15 ورقه من 2003 كان عندي. وش تقصدين بالورقه اختي؟ يعني الدولار. ها يعني 14 دولار عندك ولا 14 فئة يعني دولار؟ كم الفئة؟ هي بالامريكي هاي الورق. اي لكن دولار يعني 100 دولار 50 دولار؟ لا 14 ورقة بالمية يعني 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 فئة ال 100 دولار. اي اي يعني هيك. طيب احنا نحسبها بالورق يعني 14 ورقة ذات تصرف يعني تقريبا مليون. طيب. و 600 الف عندنا تطلع. طيب يعني فهذه الكم ورقه بال 2009 امي توفت والدتي. اي. فدزيت بيهم حجه وعمره، بي جماعه لان انا ما رحت يعني اعتمرت وحجت لان انا من الزوجه، فقالوا ما يصير الا محرم.
وقاتلة في ساعة سألت فيها قالوا يعني ألا محرم مشكوك فيه كذبت يا جماعة سمرة وحجة والوالدتي والوالدي والدي متوفي في سنة 1997 كان يعني دي عجز مريض ما قدر يعني يحجوب بيت يعني الظروف كان حصار وهذا على العراق ما قدر يعني يروح ووالدتي كانت مريضة يعني 15 سنة هي مقعدة وأيضا توفت بالعجز فأني بهاي السنة توفت فيها دديت لهم حجة وعمرة لكن شيخ من طلع يعني برنامجكم وتشكر أنت على أسلوبك والله أنا خاصة بالذات يعني أعتبرك شلون الأب والأخ الكبير أني يعني بإرشاداتك ونصحك أني فأنا سامخر قاعد أرجع يعني هاي الأمور ببال فتذكرت هذني التمورطة يعني هل هي عليها الزكاة من دي الفترة هذه السبعة يعني 2009 كم قعدت عندكم؟ كم قعدت عندك؟ يعني من 2003 إلى 2009 من 2003 إلى 2009 نعم نعم طيب تقريبا 6 سنين أو 7 طيب ويعني إذا كانت عليها الزكاة شلون أصرفهم يعني؟ يعني ذاك الوقت الورق كان يصرف بال 150 أو 160 هسه بال 120 أدنى هنا بالعراق طيب يا أختنا أبشري تأمرني المسألة شرعان يعني حاضر أبشري أبشري المسألة سهلة جدا تسمعين توجيهي إن شاء الله بعد شوي وشيخ بالنسبة يعني الوالدين يعني الأبو والأمي أريد أبرهم هم أيضا أموات يعني بالأضافة للصدقة والثواب والدعاء يعني شلون شنو توجيهك يعني شنو أبشري توجيه؟ أبشري يا هنا أبشري إن شاء الله أبشري أبشري تفضلي علي أيوة السلام عليكم شكرا. عليكم السلام ورحمة الله حالك مرحبا اهلا وسهلا عندي ثلاث اسئله شيخ. تفضل تفضل على السريع ان شاء الله السؤال الاول يا شيخ انا ذهبت لازور جدتي وابارك لها برمضان عندما ذهبت اليها يعني راتني وانا سروالي رافعه الى نصف الساق قالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا شنو الدروس هذا كلام ما في منه وما بتسلم علي وما قلت لها مبارك رمضان لويت عني وجهها يعني ما بتشتجح فيا وبداوا خالاتي بجانبها بدأوا يضحكون وأنا اشتد غضبي فخرجت وقلت لهم لن أذهب إلى هذا المكان ده ثانية دائما يعني أي حاجة تربي لحتك يقولك هذه بدع ترفع سروالك يقولك بدع يعني حرب غير يقولوا الإرهاب في كل شيء يقولوا فيه لي يا شيخ لا حول وثاني سؤال يقول ثاني سؤال الشيخ ما حكم الاستحلام استحلمت في النهار رمضان أي هل أقضي هذا اليوم يعني أو لا أقضي طيب يعني سؤال ثالث وثالث سؤال يا شيخ كنت قبل سنتين ذهبت إلى الشيخ يقول يعني يعطيك ورقة فتوحات تنقضي أمورك أنا لم أعرف هذه بعد ما ذهبت إليه أعطاني ورقة وما زالت عندي هذه الورقة لكن أنا أخاف يعني إيش مكتوب من الصحراء إيش مكتوب فيها هذه إكي زي الحرف يعني حرف أش أحكيه ما نعرفهاش حرف غريب هو طيب وقال لي صلي عني وقال لي أكثر الصلاة على النبي اي وفيها طلاسم وكذا والله يا شيخ ما اعرف دبسها لي ورقتي وعطاها لي يعني انا قلت مرات مشعوذ هو قال لي انت عندك امور مسكره وفي بنت تبيك وانت مزمه وست له قلت مرات يشبه هذا اي لا لا هذا الدجال هذا اتركه بس عنك اي يعني ماذا افعل بها هذه الورقه طيب اخاف انا بخبرك بعد شوي لان كثير مثلك يسالون عن هذه الاشياء وبعطيك نصيحه لك ولغيرك ان شاء الله لا يا شيخ مرحبا علي مرحبا تفضل اختي راشد السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تسمح لي بأربع أسئلة شيخ؟ تفضلوا. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من قفة تكمل ختمتها في رمضان وترقي نفسها بالبقرة؟ تكمل ختمتها؟ أيوه. إي وترقي نفسها؟ ترقي نفسها بالبقرة. إي نعم. نعم. السؤال الثاني هل يجب على الذي يقرأ الرقية أن يكون على وضوء؟ نعم. السؤال الثالث أختي مريضة لا تستطيع الصيام هل يجب أن تفطر صائم عن كل يوم الآن أم فقط القضاء فيما بعد؟ قادر على القضاء ها؟ نعم نعم السؤال الأخير هل يجوز لبس القصير أمام الشغالة المسيحية؟ طيب يا مراشد أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب طيب 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 يكفينا هذه الأسئلة المجموعة طيب نعود إلى الأخ رضا من أمريكا بارك الله فيه يقول بما حكم من صام ولم يصلي يا أخ رضا بارك الله فيك لا شك أن وجوب الصلاة أعظم من وجوب الصيام صحيح هي أركان قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لكن وجوب الصلاة أعظم من وجوب الصيام. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن خطورة ترك الصلاة بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قيل غي واد في جهنم. وقال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وسقر هي جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وقيل واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حرره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فتارك الصلاة مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب ولكبيرة من كبائر الآثام، وهو متوعد والعياذ بالله بالعذاب الأليم. وبعض العلماء، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من أهل العلم من السلف، بأن من ترك الصلاة لا يقبل له أي عمل آخر، لأنهم يرون ترك الصلاة كفر ناقل ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، نسأل الله العافية. وعلى هذا جمع كبير من السلف الصالح رضي الله عنهم. والمقصود يا أخي الفاضل، من ترونه وتجدونه يصوم ولا يصلي انصحوه برفق وبلين، وبينوا له الخطأ الذي وقع فيه، وبينوا له لابد أن يعود إلى الله وأن يصلي. هذه الصلاة هي عمود الإسلام، هي ركن الإسلام المتين. هذه الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. أعظم العبادات بعد الشهادتين هي هذه الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الأخ رضا يقول: حصل إشكالية عندهم بأنهم صاموا يوم السبت وأغلب الدول صامت يوم الأحد. يقول: عندنا ما عندنا يعني مركز إسلامي ممكن يكون معتبر ويعتمد عليه. يسأل: هل يجوز أن نصوم على أقرب دولة كالمغرب مثلا؟ يا أخي الفاضل، لا، صوموا على أقرب ولاية عندكم. شوفوا بعض الولايات، أنا أعرف أمريكا وأعرف ولاياتها وأعرف المراكز الإسلامية، أقرب ولاية عندكم فيها مركز إسلامي، حتى لو كان يعتمد الفلك، حتى ولو كان، صوموا عليه. وإن كان حقيقة الرؤية هي الرؤية الشرعية، وينبغي للناس أن يهتموا بالرؤية الشرعية. الفلكيين حتى في هذه السنة اختلفوا، واحد يقول السبت واحد يقول الأحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علقنا بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا أمر غاية في السهولة، كل يدركه ولله الحمد. فالمقصود يا أخي الفاضل، صوموا على أقرب ولاية من الولايات التي عندكم، خاصة الولاية التي عندها مركز إسلامي كبير ويهتمون في قضايا الرؤية أو في قضايا الفلك. أم محمد من رأس الخيمة تقول بأنها قبل رمضان جاءتها الدورة 3 أيام، ثم ذهبت إلى الطبيبة وأخذت حبوب منع أو رفع الدورة، تقول: حتى أصوم. تقول: صمت، تقول: نزل علي أول شيء دم بسيط ثم انقطع، وبدأت أصلي وأصوم الحمد لله. تقول: البارح نزل علي الدم، ماذا علي؟ وذكرت بعض الأشياء. يا أختي أم محمد، بارك الله فيك، ما دام أن هذا الدم الذي نزل عليك ورأيته الدم دم الحيض، فهذا حيض حتى لو كان يومين أو 3 أيام. ولا عبرة بقضية الدواء، أحيانا الدواء يؤثر وأحيانا الدواء ما يؤثر، وأحيانا الدواء الذي تأخذ مرة يؤثر تأثير عكسي، يعني بدل ما يرفع الدورة لا ينزل الدورة. فأنت الآن حائض، لا تصلين ولا تصومين، وبعد رمضان إن شاء الله تقضين هذه الأيام التي نزل عليك فيها الدم يا أم محمد. أبو سهيل من السعودية يقول حلقت وخرج مني دم وأنا صائم، ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أبو سهيل، بارك الله فيك، الصوم صحيح. إذا جرح الصائم، جرح مثلا بحلاقة أو بعمل مثلا أو وطئ وداس على شيء وخرج الدم، ما عليه شيء، الحمد لله صومه صحيح ولا يؤثر. وليس من مبطلات الصوم خروج الدم بالنسبة للإنسان المجروح. أخوي المخرج يسأل عن الحجامة. الحجامة جمهور العلماء يقول ما تفطر. مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنها تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك العلماء يقولون: من تعمد إخراج الدم أفطر، ويجعلون العمدة في هذا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. يعني إذا جرح الإنسان الصائم نفسه متعمدا يقول يفطر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويجعلون هذا الحديث هو العمدة. أما على قول الجمهور فلا، سواء تعمد أو لم يتعمد، سواء تعمد أو لم. بالنسبة لك يا أخو أبو سهيل، ما عليك شيء، وصومك صحيح والحمد لله. هناء من العراق بارك الله فيها تسأل عن الوضوء، تقول: بالنسبة للتسمية 3 مرات في أول وضوء، هل نسمي على كل عضو؟
يا أختي هناء، أنا ذكرت أكثر من مرة في هذا البرنامج بأن التسمية في أول الوضوء مرة واحدة فقط، وهي قول بسم الله فقط. الحين بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا غلط، هو بسم الله فقط، هذه التسمية، هذيك اسمها البسملة، هذيك في القرآن. ولذلك الإنسان إذا جاء يأكل شو يقول؟ يقول بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. إذا جاء يدخل الخلاء يقول بسم الله، إذا جاء يدخل المسجد يقول بسم الله مثلا. فهي التسمية مرة واحدة فقط في بداية الوضوء، ولا تكرر، ولا يقال أي شيء على الأعضاء يا أخت هناء، أي شيء ما يقال على الأعضاء أثناء الوضوء، ما في أي دعاء ولا أي ذكر، احفظوها هذه. الذكر في أول الوضوء بسم الله فقط، أثناء الوضوء ما في أي دعاء وأي ذكر، بعد الوضوء يقول المتوضأ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا عند النسائي بإسناد صحيح، ويعني العمل على الحديث الآخر، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الأذكار الثلاثة هي الواردة عن النبي قبل الوضوء وبعد الوضوء. أثناء الوضوء كل دعاء كل ذكر بدعة ومخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا يمسح رأسه قال أشهد أن لا إله، وين الدليل؟ الدليل في القرآن والسنة، أين الدليل؟ ما في دليل. إذا جاء يغسل يديه قال اللهم ألبسني الحلل، وين الدليل؟ هل الإنسان الآن يشرع من عند نفسه عبادة وطاعة؟ ما يجوز، لازم نشوف إيش كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم بإذن الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت هناء أيضا في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لنصاب الأموال، نصاب الأموال، تقول بالنسبة للزكاة يا أخت هناء بارك الله فيك، الذهب أغلقوا هذا لو سمحتوا، بالنسبة للذهب 85 جرام بارك الله فيك، وبالنسبة للفضة 200 جرام، 200 يعني 200 جرام. طبعا نحن ننظر إلى الأحظ للفقير، فالآن الأحظ للفقير زكاة الزكاة بالفضة، يعني أن يكون النصاب بالفضة بالنسبة للأموال. الفضة 200 درهم، طبعا هذا النصاب. نحسب مثلا سعر الجرام الفضة، كم سعر الجرام الآن الفضة؟ تقريبا 4 دراهم عندنا تقريبا، أو 3 دراهم وكسر، ب 595، نضربها ب 595 يطلع عندنا النصاب. يعني مثلا لو جبتي تقول مثلا نقول 4 دراهم الجرام، 4 دراهم جرام الفضة، اضربيها ب 595 كم يظهر؟ يعني تقريبا 2000 إلا أو كذا، أو 2000 أو شيء. هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. تزكين تخرجين ربع العشر، ربع العشر. قضية عندك مليون، المليون كثير يا أختي هنا، المليون حتى لو كانت بالعملة عندكم، عملتكم العادية فيها الزكاة، تخرجين ربع العشر 25,000، المليون فيها 25,000 بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الثالث وهي قضية الورقات هذه، الدولارات اللي ذكرتيها والقصة اللي ذكرتيها بالنسبة لل يعني ذهبت فيها عمرة وحج للوالدين وكذا وكذا، نعم بالنسبة لك تقول من 2003 إلى 2009 عندك 14 ورقة ما أخرجت زكاتها، عليك زكاتها يا أخت هناء خلال الفترة هذه من 2003 و2004 إلى 2006 أو 2009 الظاهر، قلت 2009، هذه كلها تزكينها لأنها ذمتك مشغولة بهذه الزكاة، وتزكينها بسعرها في وقتها، تزكينها يا أخت هناء بسعرها في وقتها في زمانها. كم كانت تسوى؟ 150,000، تزكين تحسبينها كلها وتزكينها بهذه الطريقة بارك الله فيك، وأسأل الله أن يقبل منك. هناء تقول تريد أن تبر والديها وهما يعني قد ماتا وانتقلا إلى الدار الآخرة. يا أختي الفاضل أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك، جميل حقيقة أن نسمع من المسلمين والمسلمات من يهتم بوالديه حتى بعد الوفاة، لأن للأسف الشديد بعض الناس يعني أخذته الدنيا وأصبح مادي، تصحر صدره وقسى قلبه وجفت مشاعره نسأل الله العافية، وأصبح أنانيا ذاتيا، ما عنده هم في أحد إلا نفسه، حتى نسي آباء، نسي أبوه، نسي أمه، نسي إخوانه الأموات والأحياء.
فجميل أن نسمع مثل هذه الأشياء، والحمد لله الأمة فيها خير ولله الحمد، الأمة فيها خير، لكن يؤسفنا أن توجد بعض النماذج التي لا تمثل حقيقة إلا نفسها، لأن المسلم يعيش على هذا النور وهذا الوحي. الأصل أن الإنسان ميت إلا بهذا الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على بر الوالدين حتى ولو بعد الوفاة. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، حتى صديق الوالد وصديقة الوالدة ينبغي أن يكرما إبقاء لهذه الصلة ولهذه المودة التي جعلها الله جل وعلا بين الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر زوجته عائشة، عفوا زوجته خديجة، كان يتذكرها يذبح الذبيحة ويوزعها على صويحبات خديجة، يقول يتذكر بها خديجة رضي الله عنها لأن توفيت في مكة، فكان يتذكرها. ولذلك يا أختي الفاضلة أكثري لهما من الدعاء، هذا أول شيء، دائما أكثري لهما من الدعاء في صلاتك، في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة. بعض الناس يعتقد الدعاء في الصلاة فقط، لا، حتى في غير الصلاة. الأمر الثاني الصدقة لهما، مثلا إطعام مسكين فقير، كسوة فقير أو مسكين أو يتيم مثلا، وترجين الثواب لهما. كذلك صلة الرحم التي ما توصل إلا بهما، أمك خالتك تصلينها لأنها أخت أمك مثلا، خالك مثلا، أخ أمك، عمك مثلا، وعمتك من جهة الأب، وهكذا. حتى الأصدقاء للوالدين تبرينهم، لأن هذا هو الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا رشيد من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أشكرك لإتاحة الفرصة الثانية لكي أستجوبك على قبل أخذ دواء والدتي في وقت السحور يا شيخ. تفضل يا أخي. نعم، كما قلت لكم فإن بعد انتهاء الأذان الأول ذهبت عند والدتي وقلت لها يجب أن تأخذ الدواء، وهناك أسمع هناك أحاول ألقوث يا رشيد. نعم، انقطع الخط، أعد. اي طيب طيب، حصل قطع بسيط، تفضل اعد السؤال. اقول انا سمعت بعد انتهاء الاذان الاول للفجر ذهبت عند والدتي لكي تاخذ الدواء، فسمعت اذان ثاني من مسجد اخر لم يكتمل. اي نعم، ماذا علي ان افعل؟ هل اخ رشيد انت تقصد اذان الفجر؟ راح رشيد. اي واضح. تفضل ام عبد الله. الو، مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، كل عام وانتم طيبين. مبروك عليكم الشهر الفضيل. شهر مبارك علينا وعليكم. مبارك على رئيس الدوله بالشهر الفضيل، وعلى نائب رئيس الدوله، وعلى محمد بن زايد والوالد سلطان بن محمد، واقول لهم مبروك كل سنه وانتم طيبين. الله يحفظ الجميع، ولاتحاد الامارات جميع ان شاء الله. يا رب الله يحفظ الجميع وياهم اجمعين ولامه محمد اجمعين يا رب. امين. تفضل ام عبد الله. سلام لك ابوي. انا لو سمحت كنت اصلي في كل الصلوات في المسجد، صلاه التراويح والفروض كنت اصلي من 20 عديدة، اصلي 4 فروض كلهم في المسجد، ما بحب وليني رمضان بعد كنت أصلي في المسجد يعني إيه؟ عندي لكن الآن أنا عملت حوادث وايد وكذا وتعطلت ريلي، ما بقدر أسوق بروحي ولا على تكلة وصلوني مشكلة. سلامات. وتعطلت الله يسلمك، وأصلي أكرسينا بالبيت، والله يومهم يصلون أنا أبكي. ما بيدهيلة يعني شيء غالب على أمري. نعم، وما بعرف شو. أبشري يا أم عبد الله، أبشري على خير. أنت عندي سؤال ثاني بعد. تفضلي. عندي صبي معاق كذا ويريد يسي كله يصير مسد، بس يوم يسي يطلع عني بخاف عليه وبقفل الباب عليه. كم عمره؟ هو يتم يصيح يبي يصلي. كم عمره؟ يود على الصلاة. والله في حوالي 26 27 كذا عمره. مو بوعيه ها؟ يعني هو مالين هناك، هو يعرف الناس ويصلي وكذا، لكني بخاف عليه.
لكن مدرك هو يعني عاقته ذهنية. هذا عاقة يعني من غولي هو. إيه نعم طيب طيب. بس هو يعرف الصلاة ويصلي ويكرم يوم يجون الناس هنا يعزم ويسوي. ما شاء الله. بس بخاف عليه من كثر الحوادث. طيب. قاموا يدعموه ممسات واحد نفسه وندعم في ربيعه. الله المستعان. الله الحمد لله إنه عاش ما مات كسر وريده. ما طيب. قالوا ندعمها ربيعه. خفت عليه. طيب يا معلم. داخل ما ودهم يشيل المسجد ما بعرف شيء علي ذنب اني لا. انا ما خليت. طيب ابشر لي. ابشر ان شاء الله ابشر تسمعين ان شاء الله الجواب. من فريال؟ تفضل يا فريال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ الزكاه يعني احسبوا لي اياها هنا بالعراق على الذهب 85 غرام ذهب. اي والذهب الغرام الذهب ب40 ألف دينار عراقي. لما أضربها بالخمسة وثمانية تطلع 3,600,000 إذا عندي 3,600,000 زكيها. إيه أنا سمعت حضرتك هسه تقول إذا 1,000,000 زكي أنا أنت عندي 1,000,000 حالة عليها الآن. هسه أحسبها على الذهب لو مثل ما تفضلت أنت ما دا أعرف. طيب يا فريال أبشر إن شاء الله. نعم. تفضل إكرام من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي أسئلة. تفضل. البارحة في الليل وجدت قليل من الدم يعني ليس سائلا مثل العادة كان مخلوطا بإفرازات بيضاء شفافة وبعد ذلك لم أرى شيئا سوى الإفرازات البيضاء الشفافة إلى الآن. هل ذلك الدم ليسير من الحيض مع العلم أن هذا هو وقتها وأنا الآن صائمة هل يبطل صومي وهل يجب علي الغسل إذا كان وهل يجب علي الغسل برؤيتي لذلك الدم؟ وإذا كان يجب علي الغسل هل بطل صومي لأني لم أغتسل؟ أرجو أن تجيبني على هذا السؤال اليوم يا شيخ لكي أعرف هل أغتسل أم لا. طيب. السؤال الثاني أي. هل الاستنشاق والاستنثار واجب في الغسل؟ السؤال الرابع هل الشامبو والصابون يفطران؟ والسؤال الأخير يا شيخ اصبر شوي شوي يا أكرام أكرام اصبري عليه شوي. نعم. اصبري شوي سألت عن الاستنشاق. الاستنشاق والاستنثار هل واجبان في الغسل؟ أي طيب. والسؤال الرابع هل الشامبو والصابون يفطران؟ أيوة. والسؤال الأخير يا شيخ في الصباح كانت تخرج مع النخامة أعزك الله دم وقد استمريت في التنخم حتى شق علي الأمر وبلعت ريقي مرة عمدا لأنه صعب أن أتنخم طول الوقت مع العلم أن النخامة كانت مرة تخرج مع دم ومرة لا يوجد دم والذي بلعته لا أعرف إذا كان فيه دم أم لا أرجو أن تيسر لي الأمر لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وجزاك الله خيرا يا شيخ. طيب طيب تفضل أخوي سالم. السلام عليكم شيخ. أهلا وسهلا. كيف حالك شيخ طيب؟ مرحبا الله يحييك. الله يعافيك شيخ بدي أسألك سؤال الشهادة عندما توضأ أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله عندما توضأ عندما تتوضأ ولا بعد الوضوء؟ لا ما أتشاهد بعد ما أتوضأ بعد الوضوء أتشاهد ولا ما أتشاهد بعد الوضوء ولا قبل الوضوء؟ لا قبل الوضوء قبل الوضوء سمعتني قبل شوي وأنا أفصل للأخت هذه لا ما سمعت إيه طيب طيب مسألة ثانية عندما جاء مثلا عندما الإمام يصلي إيه أقرأ الفاتحة أقرأ أو وراه ولا أقرأ بعد الفاتحة؟ طيب طيب وعندما مثل ما اشوف مثل ما يصلي صلاة الجماعة متقدمين بركعة واحدة واجي انا اصلي اقول الله اكبر ولا اقيم يعني سبقوك بركعة؟ ايه ايوه وش تسوي؟ جيت اصلي معهم اقيم ولا اقول بس الله اكبر؟ ايه طيب ابشر يا سالم مرحبا مرحبا طيب طيب الاسئلة كثير تسعدك الله يعين بس ذكرونا بالأخت كرام لو نجيب على السؤال الأول فقط إذا ضاق الوقت طيب عندنا الأخ علي من العلي من ليبيا يقول ذهبت أزور جدتي يقول أنا يعني لابس سروال إلى نصف الساق تقول لما رأتني قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول واللي حولي يضحكون تقول ما تسلم علي وكذا وكذا وترميني بالتشدد يا أخ علي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرزقك اتباع السنة لا بد أن تكون حليم ولا بد أن تكون وسيع الصدر ولا بد أن تكون تفهمهم معنى السنة وكذا وإذا كان نصف الساق إذا كان وضع الثوب إلى نصف الساق يعني يلفت النظر عندكم ويستنكرون هذا الشيء فنزل الثوب السروال يا أخي الفاضل إلى الكعب ما فيها شيء إزرة المؤمن ما بين
كعبيه إلى نصف ساقه، أو ما من نصف ساقه إلى كعبيه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه إزرة المؤمن. فإذا شفت الناس، لأن الناس يا أخي علي ما ألفوا هذه الأشياء، وهذه يعتبرونها غريبة لأنهم أصلا تعودوا على خلاف ذلك، فأنت لا تفاجئهم بمثل هذا. نزل الثوب إلى الكعبين أو فوق الكعبين بقليل، والحمد لله، ترضي جدتك، وأيضا تعلمهم السنة وتحببهم إلى السنة بطريقة يعني جيدة. وعليك أن لا تغضب، يعني أن جزاك الله خير، هذا شيء طبيعي بأنك يعني حينما ترى مثل هذا الأمر، لكن أنت الآن في مقام المرشد والمعلم، قل لهم هذه السنة، وهذا اللي ورد عن النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكان يفعل كذا. حاول بمثل هذه الطريقة ولا توليهم ظهرك. يعني مثل هذه القضايا مش قضايا دنيوية الإنسان له اختيار فيها، لا، هذه قضايا دينية شرعية تحتاج أن تحبب الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة، أن توضح لهم، أن تكشف، أن تحاورهم. الحوار جميل لما تقول لهم والله، لما تكشف لهم طبيعة حياة النبي وسيرة حياة النبي، يستغربون بعض الناس لأنه ما ألفوا هذا الشيء، وبعيدين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي نزلها إلى هذا، وإن شاء الله ترضي الجميع وترضي ربك، لأنك ما خالفت بهذا، تكون ما خالفت، بالعكس ممكن أن تكون سبب من أسباب هداية خلق كثير بمثل هذه الطريقة. علي يسأل عن الاحتلام في نهار رمضان. يا أخ علي، بالنسبة للإنسان إذا احتلم وهو صائم صومه صحيح والحمد لله، الذي يحتلم وهو صائم صومه صحيح، لأنه هذا خارج عن إرادته، هذا ليس باختياري، هذا خارج عن إرادة، فالصوم صحيح والحمد لله. يقول علي بأنه يعني من سنتين أو كذا ذهب عند شيخ وقال بأنه يعطيه شيء، ورقة اسمها الفتوحات، وأن كذا وكذا، ذكر مثل ما سمعتم، وظاهر هذا رجل دجال ومشعوذ. يا علي بارك الله فيك، أن تحرص على السنة ما شاء الله، تعتني بثوبك إلى نصف الساق، اعتني بعقيدتك، عقيدتك أولى من الثوب، عقيدتك أولى من أنك تعتني بالثوب. لماذا؟ لأن هذه قضية مصيرية خطيرة جدا، ولذلك لا تصدق هذا الدجال ولا تلجأ إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما. فلا يجوز الإنسان أن يلجأ إليه، ويجب عليك أن تحذر من هؤلاء، وأن تنبه الناس، وأن ترشد الناس إلى الإيمان الصحيح، وإلى التوحيد الصافي، وإلى السنة الصافية النقية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت ما شاء الله اكتشفت هذا الأمر، اكتشفته، لكن عليك أن تمزق هذه الأوراق، أو أن تحرقها، أو تقطعها وترميها في الماء، ترميها في البحر، في الصحراء، تحرقها، المهم لا تبقيها عندك بارك الله فيك. وانصح كل من يمارس مثل هذه الأشياء أو يتردد على مثل هذه النوعية من الدجالين. أم راشد بارك الله فيها تقول: هل يجوز للحائض أن تكمل قراءة القرآن وأن ترقي نفسها في فترة الحيض؟ نعم يا أختي أم راشد بارك الله فيك، ترقي نفسها وهي حائض، لأن العلماء استثنوا قراءة، حتى من يمنع قراءة الحائض للقرآن يقول إن يستثنى ما كان في معنى الذكر والرقية. والقول الثاني وقراءة القرآن وإكماله بالنسبة للحائض، طبعا هذه مسألة خلافية، الجمهور على المنع، الإمام مالك ورواية عن أحمد واختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على الجواز، وهذا الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج، بأنه يجوز للمرأة الحائض بشرط أن لا تلمس المصحف بيدها، تقلبه مثلا بحائل، تلبس قفازين أو بمسطرة أو بشيء، وتكمل قراءتها، ولا شيء عليها في ذلك، لأن ما عندنا دليل صحيح صريح على منع الحائض. قد يوجد بعض الأدلة لكن أسانيدها محل نظر. أم راشد تقول: هل يعني يجب على الذي يقرأ الرقية أن يكون متوضئا؟ لا ما يجب، ما يجب يا أم راشد، ما يجب أن على الذي يريد أن يرقي نفسه أو يرقي الآخرين أن يكون متوضئ، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يكون على الطهارة، لكن يجب؟ لا ما يجب. تقول أختها أم راشد تقول بأن أختها مريضة، ويعني هل طبعا أفطرت، تقول هل تقضي بعد ذلك أم تقضي فقط؟ لا يا أختي أم راشد، عليها القضاء فقط، إلا في حالة واحدة، إذا تساهلت في القضاء وأتى عليها رمضان ثاني ولم تصم تساهلا وتكاسلا، فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. هذا فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم راشد: هل يجوز للمرأة أن تلبس القصير أمام
الخدامة غير المسلمة، هو الأصل أن المرأة يجوز لها أن تظهر شيء من زينتها الباطنة للنساء. مسألة المرأة غير المسلمة هل تظهر أمامها أم لا، هذه خلاف، لأن الله تعالى قال أو نسائهن، قال العلماء هي المرأة المسلمة، ولذلك حتى بعض الفقهاء منع المرأة المسلمة أن تظهر شعرها أمام المرأة الكافرة. لكن الصواب أن يجوز أن تظهر المرأة ما جرت العادة أن تظهره في بيتها أمام النساء، ولو كانت المرأة ولو كانت الخادمة غير مسلمة ما في بأس يا أم راشد، لكن لبس القصير لا تجتنبه، ما تظهر أمام بالقصير، لكن تظهر شعرها، عنقها مثلا، ذراعها، قدميها مثلا، أو شيء من ساقه، ما في بأس في مثل هذه الصورة. طبعا رشيد للأسف من المغرب عود اتصل، وأيضا انقطع يظهر فيه رداء في الصوت، عفوا رداء في الاتصالات عندهم. لكن عموما يا أخ رشيد، بالنسبة لحالة الوالدة فيما فهمت، إذا أنك قلت لها خذ العلاج وأذن المؤذن الثاني ثم ما انتهى، ما في بأس، صومها صحيح والحمد لله رب العالمين. الأخت أم عبد الله، كم بقي من الوقت أستاذ مصطفى؟ فقط. طيب أم عبد الله تسمحي لي بس، الأخت إكرام من ألمانيا، لأن عندها مشكلة الآن فيما يتعلق بقضية الدم المخلوط. يا أختي الفاضلة انتظري إلى المغرب، إن نزل شيء من قطرات الدم انتظري إلى المغرب والليلة هذه، أنت افطري وصومي عادي، إن نزل شيء من قطرات الدم فهذا دليل على أنك دخلت في فترة الحيض، أما إذا انقطع يعني استمر اليوم كامل انقطع فأنت غير حائض وتستمرين في الصوم والصلاة. أرجع لي الأخت أم عبد الله من الشارقة، تقول بأنها تصلي في المسجد التراويح والفروض الأربعة، لكن حصل لها حوادث وتعطلت رجلها، والآن تصلي على كرسي في البيت، ما يعني ما الحكم وما العمل؟ يوم عبد الله ما شاء الله، اللهم بارك، أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك ويبارك فيك ويرزقك يا رب الإخلاص، أنت على خير وما عليك إلا العافية، والنية الطيبة هذه الله يكتبها لك إن شاء الله، وأنت في بيتك استمري على الصلاة في البيت، واطمئني طمأنينة كاملة بأن إن شاء الله إن الله عز وجل يكتب لك الأجر، وهذه النية الطيبة كونك ترغبين تصلين في المسجد إن شاء الله مكتوبة لك بإذن الله تعالى. بالنسبة للولد يوم عبد الله المعاق، امنعيه لا تخلينه يطلع برا، ولا تأثمين على ذلك، أنت معذورة، امنعيه وخليه في البيت، وحاولي تشجعونه، أعطوه أشياء يتشجع فيها وتلهونه عن الخروج، لأن هذا لا يملك عقله، وهذا ربما مثل ما ذكرتي صديقه صار له حادث لكن الله سلم، فهذا قد يحصل له حادث، قد يتيه قد يذهب، فخلوه في البيت ووفروا له بعض الأشياء اللي تسليه وتلهيه وتبعد عن الخروج إلى الخارج المنزل. فريال من العراق تقول بأن بالنسبة للزكاة 85 جرام، تقول حسبتها طبعا الجرام 40 ألف دينار، 3,600,000، تقول أنا عندي مليون لأن سمعتني قبل. يا أختي فريال بارك الله فيك، والعلماء يقولون هل يحسب الزكاة نصاب الزكاة بالذهب أو الفضة؟ هذه مسألة طويلة، بعضهم يقول بالذهب وبعضهم يقول بالفضة، لكن بعض العلماء يقول ينظر إلى الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ الأحظ للفقير هو الذي نصابه أقل يحسب به، لأن لو قلنا مثلا أنت الآن عندك مليون ما تزكين إذا حسبنا بالذهب، لكن لو حسبنا بالفضة زكيتي يكون أحظ للفقير وخير لك، بركة لك في العمر وبركة لك في المال وبركة لك في يعني العمل الذي تقدمين عليه. فيا أخت الفاضلة لا نحسبها بحساب، خاصة أن الذهب الآن مرتفع، يعني الآن يصل أحيانا وصل إلى يعني مستويات عالية جدا، يعني تجد كثير من الناس ما يزكي لأن الذهب ارتفع، أما الحساب بالفضة فهذا أحظ للفقير وأيضا مصلحة للمزكي حتى يبارك الله جل وعلا له في المال وفي الولد. انتهى الوقت. ها إكرام، غدا إن شاء الله أكمل الإجابة على أسئلتك، وأيضا الأخ سالم من عمان، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر في ختامي هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة، وأيضا زملائي في الاستوديو لهم الشكر والتقدير، ولكم أنتم أيضا الشكر على المتابعة، وإلى اللقاء الغد بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
واجعل لي لسان صدق في